من بعيد. كيف يبدو المشهد اللبناني؟ هل هو ذاهب إلى انفراج أم انفجار؟ بدهم يأخذوا على انفجار شيعي سني، وبالتحديد بعض مسيحية 14 آذار. الحكي بيكون بعدين إن شاء الله. هل هناك قرار دولي بالإبقاء على الحكومة وبإجراء الانتخابات في لبنان؟ ربيع مصر، تونس، ليبيا، سوريا، هل أزهر سلاما وديمقراطية؟ ماذا بعد انتخابات أمريكا الرئاسية؟ هل تضرب إسرائيل إيران؟ تواصلوا مع كلام الناس عبر هذا الموقع وأجيبوا على السؤال التالي. غسان سلامي في صلب هذه المحاور مع مرسال غانم مباشرة من باريس، الخميس 9:30 على الـ LBC International.